بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرة مخصصة لطلبة المرحلة الأولى جامعة تكنولوجيا معلومات والاتصالات كلية الهندسة درس الفيزيكس. بهذه المحاضرة راح نتكلم عن الموجات الجيبية sensorial waves اللي تعتبر شكل مبسط من الموجات المستمرة التي تستخدم لبناء موجات أكثر تعقيداً. يمكن إنشاء موجة جيبية من خلال هز إحدى نهايات حبل بحركة الأعلى والأسفل للحصول عليها. ومثل ما نشوف بالصورة اللي أمامنا، الموجة ذات اللون البني The Brown Curve تمثل موجة جيبية عند الزمن يساوي صفر، والموجة ذات اللون الأزرق تمثل موجة جيبية أخرى عند زمن معين وهو T. طيب، بهاي الصورة اللي أمامنا نلاحظ وجود نوعين من الحركة، هما أولا the motion of the wave، حركة الموجة اللي تكون باتجاه أفقي على جهة اليمين أو طبعا على جهة اليسار حسب نوع الحركة. ثانيا the motion of the elements of the medium، حركة عناصر الوسط المادي اللي نفرض مثلا هو الحبل بحركة الأعلى والأسفل. إذا أصبح لدينا نوعان من الحركة في الموجة الجيبية. خلينا نركز بالصورة اللي أمامنا، هذه النقاط السوداء في الصورة التي تسمى كريست، القمة. طيب، شنو هي القمة اللي تمثل أقصى إزاحة التي يقطعها عنصر الوسط المادي من موقعه الطبيعي؟ بعد شنو عندنا؟ الطول الموجي wave length واللي يرمز له باللمتا اللي يمثل المسافة بين قمة وقمة أخرى، مثل ما نشوف بالصورة هذه هي اللمتا الطول الموجي. The period الفترة، والتي تمثل الفترة الزمنية بين قمة وأخرى. عندنا بعد the frequency التردد، ويمثل عدد تكرار القمة أو القعر أو أي نقطة أخرى على الموجة خلال فترة زمنية معينة، واللي القانون مالته اللي هو F يساوي 1 على البريود. ووحدة قياس التردد الفريكونسي هو الهيرتز. طيب، عندنا مفهوم آخر اللي هو امبليتيود، سعة الموجة، وهي أقصى إزاحة أو أقصى ارتفاع ممكن تصل إليه الموجة، اللي مثل ما نشوف بالصورة هذا الـ A اللي هو أقصى ارتفاع الموجة ويسمى amplitude. طيب، شنو بعد عندنا؟ The function describing the position of the elements of the medium through which the sinusoidal wave is traveling can be written as. طيب، عندنا function اللي تصف موقع العنصر الخاص بالميديوم. شو نعبر عنه ك function رياضي اللي هو هاي y x صفر يساوي a اللي هو amplitude sine 2 باي على لمدة مضروبة في x، اللي عندنا a قلنا يمثل ال amplitude واللمدة تمثل طول الموجة. If the wave moves to the right with the speed then the wave function at some later time is. طيب، إذا كانت الموجة أصلا هي تتحرك باتجاه اليمين اللي نعبر عنه بهذا القانون اليماني، نفس القانون السابق، لكن حيكون عندنا ال x ناقصا v ل t. طيب، عندنا علاقة رياضية التي تربط بين طول الموجة لمدة والبريود t والسرعة من خلال هذه العلاقة، v يساوي لمدة على t، ويمكن تعويضها بالمعادلة السابقة اللي تنتج لنا المعادلة أمامنا اللي هي y يساوي a sin 2 باي مضربة في x على لمدة ناقصا t على البريود.
طيب عندنا مفهوم آخر نقدر نعبر به العلاقة الرياضية الموجة، وهي we can express the wave function in a convenient form by defining two other quantities, the angular wave number عدد الموجة والمزلولة بال rho and the angular frequency التردد الزاوي والمزلولة بالأوميغا. عندنا القوانين اللي أمامنا اللي هي rho يساوي 2 باي على لمدا وأوميغا تساوي 2 باي على البريود تي. ممكن تعوض المعادلات السابقة اللي هتكون لنا الشكل الثاني اللي هي واي يساوي اي ساين رو مضروبة في اكس ناقص اوميجا تي، وعندنا السرعة تساوي اوميجا على الرو، وايضا عندنا القانون الثاني هو الفي يساوي اللمدة مضروبة في الفريكونسي. بالصورة الزرقاء اللي امامنا توضيح الفرق بين الريجولار فريكونسي الاف اللي هو التردد العادي والانجولار فريكونسي الاوميجا التردد الزاوي. Regular frequency f is measured in cycles per second or hertz. وانجولار فريكونسي is measured in radians second. هذه الفروقات معناتها، وعندنا القانون اللي يحول بين انجولار فريكونسي الى regular frequency او بالعكس من خلال هذا القانون اللي هو اوميجا تساوي 2 باي للاف. المعادلات السابقة كانت على فرض أن موقع العنصر في الوسط المادي عند x يساوي 0 و t يساوي 0. طيب إذا لم تكن في هذه الموقع بل كانت في أي موقع على x أو في أي فترة زمنية t، يوجد لدينا هذه الفانكشن y تساوي a sin rho x ناقصا أوميجا t زائدا phi. What is the phi phase constant؟ إذا عندنا هذه الفاي تمثل يعني عشان نقول مقدار الشفت في الموقع الأكس أو في شكل الموجة، هيكون لدينا شفت نسميه phase constant. طيب الآن نجي إلى حل أول مثال عندنا بهذا الموضوع، واللي خلنا نقرأ example a traveling sinusoidal wave. A sinusoidal wave traveling in the positive x direction. لدينا موجة جاذبية تسير في اتجاه الموجة بمحور x. Has an amplitude of 15 سنتيمتر. نعطينا amplitude الخاص بالموجة اللي هو 15 سنتيمتر. A wavelength of 40 سنتيمتر. وطول الموجة اللي هو 40 سنتيمتر. And frequency of 8 هرتز. ونعطينا تردد الموجة اللي هو 8 هرتز. The vertical position of an element of the medium at t equals 0 and x equals 0 is also 15 سنتيمتر. وكذلك منطينا موقع العنصر في الوسط المادي عند time equals 0 و x equals 0 اللي هو مقداره 15 سنتيمتر. طيب شنو المطالب عندنا بهذا المثال؟ Find the wave number rho period t angular frequency omega and speed v of the wave. عندنا هالمطالب اللي يريدها بهذا السؤال، واللي خلينا نبلش بالحلها. اولا نحول الى وضعية القلم. طيب اول مطلب هو ويف نمبر رو، نطبق قانون رو. رو تساوي 2 باي على لمدا. طيب نكتب 2 باي. طبعا ملاحظة مهمة، هنا الباي اللي هي بالراديان، يعني قيمة الباي هنا جينا نعوضها تساوي 3.14. هذا التعويض الخاص بالباي بالراديان. على اللمدا جينا نعطي اللمدا
40 سنتيمتر. وتساوي يطلع لنا 0.157 راديان بالسنتيمتر. أول ما طلب خلاص من عنده، بعد يريد البيريود. شنو قانون البيريود؟ تي تساوي 1 على الفريكونسي، وتساوي 1 على الفريكونسي اللي وجدت قيمته 8 هرتز. طيب نكتبها بدلالة السكند اللي هصير اس اس ناقص 1، وتساوي 0.125 سكند. بعد اريد الانجولار فريكونسي الاوميجا، نكتب قانون الاوميجا. اوميجا تساوي 2 باي اف، وتساوي 2 باي في 8، ايضا دالة التايم السكند اس ناقص 1، وتساوي 50.3 راديان على سكند. واخيرا نريد سبيد. طيب هنا نكتبها السبيد تساوي لمدا في الاف فريكونسي، وتساوي 40 سنتيمتر في 8 اس ناقص 1، وتساوي 320 سنتيمتر بالثانية. هسه احنا خلصنا من الفرع اي، ونجي هسه على الفرع بي نشوف ايش يريد بالسؤال. Determine the phase constant phi and write a general expression for the wave function. هسه اريد قيمة الفيز كونستانت الفاي. طيب بس خلينا نطبق القانون الخاص بالفانكشن اللي هو شو يساوي. واي تساوي اي ساين قوس رو اكس ناقصا اوميجا تي زائدا الفاي. هسه اول يريد يطلع شكد قيمة هاي الفاي الفيس كونستانت، شكد قيمتها، شلون نطلعها. خلينا نجي نعوض بالقيم اللي عندنا بالمعادلة. الواي مطيها هو قال 15 بالسؤال، واي تساوي امبليتود ايضا هو 15 مطيها بالسؤال. طيب احنا خلينا نطبق هذه المعادلة عندما كانت ال x تساوي 0 وال t تساوي 0. شو راح يصير عندنا؟ هاي 0 في الرو راح يبقى عندنا 0 ناقصا عندنا t 0 في الاوميجا هم 0، وتساوي 5. اذا شو راح يبقى عندنا؟ 15 تساوي، عفوا هنا الساين نكتب 15 ساين 5. إذن هسه احنا بديهيا اذا لازم هاي قيمة السين فاي تساوي 1 حتى الطرف الايسر يساوي الطرف الايمن. اذا نقول سين فاي تساوي 1، اذا فاي شقد؟ هطلع عندنا 90 درجة، لان سين 90 يساوي 1. إذا طلعنا قيمة الفيس كونستانت وتساوي 90، أو نكتبها بصيغة الباي على 2. هسا المطلب الثاني بهذا السؤال، write a general expression for the wave function. أريد المعادلة الخاصة بشكل الموجة. طيب خلينا نقول هسا واي تساوي اي
sine rho x ناقص sin اوميجا t زائد طلعنا قيمة الفاي اللي هي باي على 2 طيب الساين من يصير بشيفتنج اللي مقداره باي على 2 راح تحول الى كوساين إذن واي تساوي اي كوساين الرول اكس ناقص ساين اوميجا للتي اذا عوضنا بالقيم اللي معطات بالسؤال حتكون عندنا واي تساوي 15 سنتيمتر كوساين مقدار اوميجا اللي هو 0.57 اكس ناقص عن مقدار اوميجا اللي هو 50.3 للتي هذا هو الويف فورم انتهى حل هذا السؤال طيب عندنا مثال آخر خلينا نقرأ سوية. A sinusoidal wave is traveling along a rope. عندنا موجة إيجابية تنتقل من خلال حبل. The oscillator that generates the wave completes 40 vibration in 30 seconds. عندنا oscillator اللي هو ينتج لنا هذه الموجة ينتج 40 مرة كسمي vibrations خلال زمن مقداره 30 ثانية. Also, a given maximum travels 425 سنتيمتر along the rope. اللي قطعت إزاحة أو مسافة قدرها هذه الموجة قطعت مسافة قدرها 425 سنتيمتر خلال مسيرها في الحبل. والزمن اللي قطعته خلال 10 ثواني. What is the wavelength? أريد الطول الموجي الخاص بهذه الموجة الجاذبية. إذا نبدأ بحل هذا السؤال أو نحول لوضعية القانون زين هو قال بالسؤال الأوسيليتر أنتج لنا 40 دورة أو 40 اهتزاز خلال 30 ثانية معنى هذا أنه هذا التردد الخاص بالموجة الفريكونسي إذا شو نقول؟ عفوا نقول F يساوي 40 vibration vibrations على 30 ثانية وراح تجينا 4.3 هرتز هذا مقدار الفريكونسي طيب احنا اذا نطبق قانون الويف لينث شنو هو الويف لينث تساوي في على اف طيب بس اف احنا طلعناه بقانون الفي نطلع مقدار الفي جيت خلينا نكتب هنا في تساوي اللي هي المسافة على الزمن معطينا المسافة جيت 425 سنتيمتر على زمن 10 ثانية وتساوي 42.5 سنتيمتر على ثانية إذا طبق قانون لندا وتساوي 42.5 سنتيمتر على ثانية على مقدار 4.3 هرتز وتساوي 0.319 متر انتهى حل هذا السؤال وعندنا مثال آخر خلنا نقرأ سويتين When a particular wire is vibrating with a frequency of 4 Hz عندنا واير أيضا تولد به موجات من خلال تردد مقداره 4 هرتز
A transverse wave of wavelength 60 سنتيمتر، أيضا الطيق الطول الموجي مقداره 60 سنتيمتر is produced. Determine the speed of waves along the wire. السؤال كلش بسيط، إنك سرعة الموجة خلال الواير. تطبيق مباشر هو V تساوي F في اللمدة، ويطلع لنا 240 سنتيمتر بالثانية. إذا حولنا المتر يصير 2.4 متر بالثانية. وعندنا سؤال هوم ورك طلاب، أيضا سؤال بسيط والمطالب موجودة باللون الأحمر ومطلوب منكم حله. إلى هنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم.